صاحب الجلاله الهاشميه الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الامين حضرات العيان حضرات النواب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فبسم الله وعلى بركه الله نفتتح الدوره العاديه الرابعه لمجلس الأمة الثامنة عشر وهي دورة عادية في ظروف استثنائية تتطلب الشفافية والشجاعة بنفس الدرجة التي تتطلب فيها العمل والإنجاز أتحدث إليكم اليوم من ذات المنبر الذي أقسمت منه قبل عشرين عاما أن أكون حافظا للدستور ومخلصا للأمة فقد نظرني الحسين رحمة الله عليه لهذا الوطن وما رأيت نفسي إلا خادما له حضرات العيان حضرات النواب أتوجه من خلالكم التحية لكل أردني وأردنية ساهموا في مسيرة النهضة والبناء كل من موقعه وأخص بالذكر إخواني وأخواتي رفاق السلاح حملت الشعار الأغلى على قلوبنا من نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية عاملين ومتقاعدين فلهم منا كل التقدير والاعتزاز حضرات العيان حضرات النواب لقد مضى الأردن بثبات على مواقفه، فقد اتخذنا من الإصلاح ودعم مسيرة الديمقراطية نهجاً لا رجعة عنه، وستبقى مواقفنا القومية تجاه القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها. مواقف ثابتة وغير قابلة للمساومة، بالرغم من تنامي المخاطر والتهديدات لهذه المقدسات. ومن هنا أدعو المسلمين والمسيحيين إلى تعزيز حمايتها، والدعمنا في المحافظة عليها، وعدم المساس بوضعها القانوني. كما اعلن اليوم انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقوره في اتفاقيه السلام وفرض سيادتنا الكامله على كل شبر منها. حضرات العيان، حضرات النواب. حديث اليوم ليس للتذكير بالانجازات او الاسهاب في المجاملات. وأنا أرى نظرات القلق في عيون أبناء وطني أراها على وجه الأب قلقاً على اللقمة العيش لأبنائه وعلى وجه الشاب العاطل عن العمل قلقاً على مستقبله وعلى جباه المتقاعدين العسكريين والمدنيين وإجابة على الكثير من الأسئلة أقول إنني أعلم وأشعر بمعاناة كل واحد من أبناء وبنات الشعب العزيز ففي رقبتي كل واحد منكم أسرة وفي رقبتي الوطن بكامله ندرك جميعا أن الأزمات من حولنا ألقت بظلالها على الأردن في مختلف مناحي الحياة، وخاصة الاقتصادية منها. وقد دفعنا ثمنا كبيرا بسبب مواقفنا التاريخية. لقد أنجزنا إصلاحات جريئة حتى في أصعب الظروف. وأثبتنا للعالم مرة بعد الأخرى أن الأردن مهما كانت التحديات لا يعرف المستحيل وقد وقف الأردنيون كما كانوا على الدوام دروعاً لحماية الوطن ومنجازاته فالأردني لا يتراجع أمام الصعاب بل يصمد ويثابر، فقد ورث العزيمة والإصرار على العمل والإنجاز كابرا عن تاب. كابر حضرات العيان، حضرات النواب، أعلم أن الكثيرين اليوم يتساءلون إلى أين نحن ذاهبون؟ وأقول لهم: الأردن يمضي إلى الأمام بخطى ثابتة، فقد باتت الإصلاحات الأصعب خلفنا، والمستقبل الواعد أمامنا. نمضي نحوه بثقة، لنحقق طموح أبناء هذا الوطن. لقد قدمت الحكومة خلال الشهر الماضي برنامجاً اقتصادياً سيتم تنفيذه على مراحل ضمن اربعه محاور تهدف الى إعادة النظر في الأجور والرواتب وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. والإصلاح الإداري والمالية العامة. وقد أعلنت الحكومة عن الحزمة التنفيذية الأولى لهذا البرنامج. وستعلن عن حزم تفصيلية أخرى تشمل إعادة النظر في التشريعات والانظمه المتعلقه بالضرائب والجمارك لتسهيل الاعمال والتخفيف عن المواطنين. لذا وجه الحكومه للعمل بجديه وكفاءه لاتخاذ المزيد من الاجراءات الجريئه للنهوض بالاقتصاد الوطني ولكن لا تستطيع أي حكومة أن تمضي اليوم في طريق الإصلاح والإنجاز دون سلطة تشريعية داعمة، وقضاء نزيه، وقطاع خاص نشيط، ومواطن واثق بنفسه وبمستقبل بلده. ولا منبر أنسب من هذا المنبر لدعوتي السلطات الثلاث للنهوض بواجباتهم فجميعكم اليوم مسؤولون وفي الغد مساءلون ولا خيار امامنا جميعا الا العمل والانجاز حضرات العيان حضرات النواب لا اتحدث اليكم اليوم خوفا على الوطن بل لايماني به وبكم ولرؤيتي الواضحه للفرص التي امامنا فشبابنا مؤهل وقطاعاتنا واعده والمستثمر مهتم والعالم يؤمن بالاردن وبإمكانياته. فلننهض لبناء واقع جديد يضاعف النمو ويخلق آلاف الفرص لكل أردني طامح، لمن يعمل ويثابر، لمن يتحلى بالأمل، لمن لا يضع لطموحه سقفا، ولمن يحقق الكثير من القليل. ولا يتوقع إنجازا بلا عمل فنهضتنا لا مكان فيها لمن يستسلم للتشاؤم والسوداوية حضرات العيان حضرات النواب من شعبنا نستبدل العزم والتفاؤل وفقنا الله جميعا وسدد على طريق الخير والفلاح خطانا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته